وعد. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ اليوم ان شاء الله كنقدم لكم لي لازان بالكفته اللي كنحتاجو فيهم الوراق ديال لي لازان. الكفته على حسب الاشخاص. لاصوص طوماط اللي درت فيها مطيشات تسلقت وطحنتها وصفيتها وزدت ليها جوج معالق ديال لاصوص طوماط وشويه الزعتر شويه زيت العود وشديت الخيزو سلقته قطعته مكعبات صغار وزدته معاها وبصله مشلضه. العطريه كنحتاجو راس معلقه ديال القرفه، معلقه ديال التحميره صغيره، معلقه ديال الملح، معلقه ديال خرقوم عواد، معلقه ديال سكنجبير، نص كاس ديال الزيت، يعني كنحتاجو غير نص كاس. ولاصوص بيشاميل كنحتاجو فيها سيترو د الحليب، 3 المعالق ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال الزبده، القزبر كنضيفوه للكفته. وان شاء الله تابعوني ان شاء الله في الطريقه ديال التحضير. دابا كنجيب واحد المقلات كنديروها فوق النار، كنضيفو نص ديال الزيت، يعني ما كنضيفوش الزيت كامل، كنضيفو نص تقريبا نص في الكاس، كنضيفو عليه البصله، البصله اللي سبق لي وقطعتها مكعبات صغيره بزاف، كنضيفوها عليه وكنخليوها تشحر واحد 5 دقائق بيد ما تنزل لينا البصله، كنغطيو عليها واحد شويه ونخليوها واحد 5 دقائق حتى كتشحر. فاش كتشحر ان شاء الله كنبداو نضيفو في العناصر الاخرى. ومن بعد ما دازت 5 دقائق كما كتشوفوا البصله راه هي بدات كتهبط، كنحركوها واحد شويه ومن بعد ان شاء الله كنضيفو الكفته. كنضيفو الكفته وكنستمروا في تحرك باش الكفته متتكور، يعني تكون متلوقه، نحركوها مزيان حتى كتنسجم الكفته مع البصله. طلع العناصر تينسجموا مزيان. ودابا كنضيفو العطريه. بالنسبه للقرفه انا كتعجبني القرفه في الكفته كتعطي واحد النكهه زوينه. كنضيفو القزبر اللي قطعته قطع صغيره، يعني القزبر كيبقى اختياري انا، كيعجبني فيها الكو ديال القزبر معدنوس كتكون زوينه. كنحركو مزيان مزيان حتى كتنسجم العطريه مع العناصر، ومن بعد كنسدو عليها واحد تقريبا 10 دقائق حتى كطيب لينا الكفته ديالنا مزيان. كما كتشوفوا هي الكفته ديالي من بعد ما طابت راه كتعطيها القرفه كتعطيها واحد الريحه زوينه واحد الكو زوين. دابا كنضيفوا لاصوص اللي قلت لك كما سبق لي وقلت لكم انا درت فيها قطع ديال الخيزو سلقته وقطعته مربعات صغار، كيجي زوين طف المذاق. بالنسبه للدراري راه اكله غنيه، تقدروا تدخلوا فيها الشامبينيون، انا ما درتوش فيها، كدرت فيها اكتفيت بالخيزو. كنحركو مزيان حتى كتنسجم، حيتاش ديجا لاصوص انا مطيباها مره ان شاء الله جاي نحط لكم الطريقه ديال لاصوص ديالي كيفاش كندير ليها لاصوص طوماط، كيفاش كندير حتى كنطيبها. راه كنستعملها كنديرها في عده استعمالات، كنديرها في شحال من حاجه كتكون زوينه. كنحركو مزيان كنسدو عليها واحد شويه تقريبا ماشي بزاف، واحد 10 دقائق ماكسيموم، ومن بعد ان شاء الله كنطفيو عليها، يعني راه كتكون جاهزه. دابا كندوزو لاصوص بيشاميل. كنجيبو واحد الكسرونه اللي كنديرو فيها معلقه تاع الزبده كبيره، كنخليوها تدوب على نار مهيله حتى كتذوب مزيان. كنبداو كنضيفو في الدقيق اللي كما قلت لكم في الاول، 3 المعالق ديال الدقيق، يعني في نص سطر الحليب 3 المعالق ديال الدقيق، حتى كتذوب مزيان كنحركوها مزيان. دابا كنضيفو الدقيق كنستمروا في التحرك مزيان حتى داك الدقيق يتلبس لينا بالزبده كامله،
يعني كنستمروا، راه ما تخافوا، ما غاديش مع النار كتكون مايله، ما تخافوا منها والو، ما غاديش تحرق ما حتى حاجه، يعني راه كتصدق 100% هاد لاصوص بيشاميل. كنحركو مزيان كما كتشوفوا حتى كتنسجم مزيان، وكنبقاو نضيفو في الحليب، يعني ما نضيفوش بخطره واحده، يعني كنبقاو نضيفو بشويه بشويه وحنا في استمرار التحريك. يعني هذه هي هذا هو السر ديالها باش ما كتدير كويرات، يعني كتجي خاطره ومتلوقه. السر ديالها هو بانك تبقى تضيف الحليب شويه بشويه، حنا كنخلطو كنضيفو، حنا كنخلطو كنضيفو، يعني حتى كنضيفو كامل كنبقاو كنحركو، يعني ما كنستمروا في التحريك، ما كنحبسوش التحريك ديال لاصوص. كنضيفو لها قبصه ديال الملح كما قلت لكم في الاول، يعني ولا كانت الكوزه ومطفره من الاحسن نديرو فيها واحد شويه، كنضيف واحد شويه ديال الزعتر، يعني غير شويه، انا ما كانتش مطفره عندي الكوزه، اكتفيت غير بشويه الملح والابزار. كنحركو مزيان كما راه بدات كما كتشوفوا راه غاده وكتعقد، يعني في التحرك خصنا نبقاو نحركو ما نقطعوش التحرك. كنبقاو مستمرين كما كتشوفوا الخليط ديالي هو راه عقد، يعني راه ولا عاقد ودائما بالتطراب، يعني ما كنحبسوش التحرك ديال لاصوص، كنخليوها على جنب وكندوز دابا للتقديم. اللي كنجيب واحد المول كاري مربع من الاحسن الا كان ديال الزاج، كنجيبو الفروماج موتزاريلا مقطع مكعبات صغار، الفروماج غابي، لاصوص والكفته ديالنا اللي طابت، ولاصوص بيشاميل واوراق لي لازان. كنفرشو شويه ديال لاصوص بيشاميل المول. دابا كنبداو نديرو الطبقات ديالنا، كنشدو لي لازان ديالنا اللي انا كنستعملهم هكا، ما كان كاين اللي كيسلقهم يعني كيديرو من السلق، انا كنديرهم هكا كيكونوا هكا كيكونوا زوينين. كنبدا كنفرش كندير وحده حده وحده حتى كنغطي الوجه ديال اللاطا، يعني على حسب شحال اللاطا المول ديالكم شحال كيهز من وحده. انا راه هز ليا 3.5، ما هزش 4، يعني المول ديال 32 سنتيم، 32 بين 32 36 ما عرفت بشحال، مي هذاك هو الحساب ديالو. هز ليا 3 د الورقات ونص. دابا كنضيف الكفته اللي كما قلت لكم مع لاصوص طوماط ومكعبات الجزر، جزر مسلوق ومقطع مكعبات صغار. كنديروا طبقه على الوجه مزيان، خاص الطبقه تكون متساويه، ما تكونش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه، كتجي طبقه متساويه. كنستمروا هكا حتى كنغطيو لها الوجه ديال اوراق اللازان، ومن بعد كنضيفوا عليهم الفرماج المحكوك. هاد اللازان كتبغي بزاف هي الفرماج، يعني كتجي زوينه معلكه بالفرماج. ومن بعد كنضيفوا الموتزاريلا اللي قطع لي اللي سبق لي وقطعتها مكعبات صغيره. بعد ما درت الموتزاريلا كنعاود نضيف لاصوص بيشاميل، كنديرها فوق الفرماج والكفته كطبقه اخيره. كنعاود تاني نهز تاني الوراق ديال لازان، كنغطي تاني الوجه ديال الطبقه الاولى، كنستمر في هذه العمليه، يعني في هذه العمليه حتى كنكمل جميع الطبقات. يعني من الاحسن يكونوا 3 ولا 4 طبقات، كتجي باش كتجي عامره. كنستمر في هذه العمليه حتى كنسالي، وتابعوني ان شاء الله في التقديم.
هما كما كتشوفوا البنات من بعد ما ساليت اللاطه ديالي، دابا راه كندير لها بابي الومنيوم وكندخلها للفران. بقوا معايا ان شاء الله حتى الاخر. الفران كيكون شاعل من التحت حتى كطيب، وعادي كنشعل ليها من الوجه ديالها كتحمر. ومن الاحسن دير لها بابي الومنيوم يعني باش تطيب على خاطرها، يعني بلا ما تسبق تحمر وديجا هي ما طابت. انا كندير لها بابي الومنيوم حتى كطيب من التحت مزيان، عاد كنحمرها. وبقاو معايا ان شاء الله. وهي اللي لازم ديالي من بعد ما طابت وخرجتها من الفران كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله راني غادي نقطعها قدامكم وتشوفوا كيفاش كتجي. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. راه زوينه بالنسبه للناس اللي عندهم الدراري صغار، ولا حتى بالنسبه للناس الكبار، يعني فكره زوينه. انا من الاكلات المحبوبات عندي لي لازان، يعني كتعجبني. كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا وتقبلوا على الطريقه ديالي، راه كتجي زوينه زوينه. نتمنى منكم تجربوها كما كتشوفوها. هي قطعتها قدامكم، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتشجعوني. وكما كنقول ديما ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم الزوينين. والسلام عليكم.